يجد قبولا واعجابا كبيرين من جانب المدرب السيد غوارديولا. وهذه كرة جول، كرة جول، جول، نعم نعم سيد. تصور 90% من المصوتين قالوا نعم يستحق تشافي أن يطلق عليه لقب أسطورة، 4% قالوا لا يستحق، لا والله يستحق، يستحق أنه يكون أسطورة. وتشافي هرنانديز، تشافي هرنانديز يكون الأمور بعد ذلك حسمت. الاستفتاء يقول هل يستحق تشافي أن يكون أسطورة؟ 90% من المصوتين قالوا نعم يستحق أن يكون أسطورة، 4% قالوا لا، و6% قالوا لسنا متأكدين. لكن اللي شاف الكرة الآن والهدف الآن، اللي ما كان متأكد أعتقد غير رأيه، يستحق أن يكون أسطورة. وبالتالي برشلونة أيها المشاهدون الكرام في الشوط الثاني من المباراة، المعاناة كانت في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني من المباراة عندك لاعب مثل تشافي الأمور بهذه الصورة، وأعتقد أنه قد أجاب عن السؤال الذي طرح. أكثر هدوءا، وهذه الكرة موجودة، يا سلام يا سلام، كرة جول، كرة جول لبلباو، هدف لبلباو في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة. الآن كل شيء وارد. مارتينيز، خافي مارتينيز الدوري الإسباني، كل شيء وارد الآن، كل شيء وارد الآن في كرة القدم، كل شيء وارد الآن. شوف كنا نتكلم عن مباراة سهلة، لكن حالة الطارد، هدف الآن يسجل، يقلص الفارق، كل شيء وارد في مباراة اليوم. والكرة الماضية الصعبة أبعدها بتألق كبير حارس المرمى فيكتور فالديس، لكن الثانية وين؟ الثانية في المرمى. المتابعة كانت من جانب خافي مارتينز الدوري الإسباني، تابع الكرة الماضية، الكرة اللي كانت سليمة من ماركوس أوسكار دي، وبالتالي تابعها منتصف الملعب مباشرة، انطلاقة موجودة للمنطلق بيدرو، والكرة في المكان السليم. وبوسكيتس اللاعب المميز في هذه المباراة وفي كل المباريات كان في الموعد، استقبال جميل ونهاية أجمل. وبالتالي برشلونة بالأهداف الثلاثة يصل إلى النقطة الثالثة ويضيق الخناق، يضيق الخناق على فالنسيا.